وخليني اسالك على مباراه الاهلي والمريخ، لازم نبدا بيها. اللي ضمنت لنا التاهل الرسمي طبعا الدور الثاني من دوري ابطال افريقيا، شايف ازاي المباراه دي؟ شفتها ازاي فنيا؟ انا عايز اقول لك حاجه، هو الى الان الناس كلها قالت ان فرقه النادي الاهلي كانت امبارح مش كويسه، مش في التوب فورم بتاعه الفرقه، لكن لو بصيتي للفرص الضايعه او اللي الاهلي كان ممكن في وقت من الاوقات انه يسجل فيها هتلاقيها فرص كثيره. يعني في الدقيقه تقريبا 2 والدقيقه 3 او 4 في فرصتين للنادي الاهلي، في الدقيقه تقريبا قبل الهدف اللي دخل فينا في الدقيقه 16 في فرصه للنادي الاهلي، التايم الثاني اول دقيقه لينا فرصه تكاد تكون انفراد، بعد كده في اخطاء ودي للاسف يمكن ظهرت امبارح قوي لبعض اللعيبه اللي كانت موجوده في المنتخب مع شويه ممكن الجو ارضيه الملعب مش كويسه، لكن اللي المفروض يتقال عليه ان احنا نقول الحمد لله انها بتيجي مش في ادوار اقصائيه اللي بيها لو لا قدر الله انا خسرت او تعادلت بس بودع البطوله، لكن بتيجي في وقت اقدر اصلح فيه اخطائي. والى الان النادي الاهلي ما فقدش بطوله او ضيع منه بطوله وبينافس في كل البطولات وموجود في الدور ربع النهائي، يعني انت ضمنتي رسميا حتى كده كده بالظبط رسمي، يعني بغض النظر عن نتيجه الماتش الجاي ما فيش مشكله، الاهلي صاعد خلاص. في مشكله ولازم بصراحه يعني مستر موسيماني يتطرق ليها ويبدا يعالج من يوم الثلاث. نمره واحد، الخطا اللي كان ظاهر ان السردباكين بتوعنا معظم وقت المباراه بيلعبوا على خط واحد، العمق ما كانش موجود. يعني الهدف الثاني اللي دخل في النادي الاهلي انا مستغرب شويه، يعني واضح ان الكوره من بعيد يعني ممكن يتحضر لها، ان لازم يبقى في عمق ما لعبش على الاوفسايد، ودي اللي حصلت. اتلعبت بين الاثنين، محمد هاني بيكمل ما لحقش وجيء منها الهدف الثاني. برضو التمركز في الهدف الاولاني، لو لاحظتي الهدف الاولاني جه ازاي، انا شايف اثنين لعيبه من المريخ السوداني في حراسه خمسه من لعيبه النادي الاهلي. ده حتى عجب اللي جاب الجول طالع في وسط الاثنين في حراسه، اشتركوا بس مش الاشتراك اللي بيه يمنع هدف. فدي بصراحه مشكله. الوقت دوت لازم فعلا بامانه نلعب على التمركز الدفاعي كويس جدا، نزوده شويه، مستر موسيماني يعني يزود حته التخصص شويه في الكرات المرتده او في الكور العاليه، في التمركز وقفه اللعيبه، حتى الترحيل العكسي بالنسبه للباك رايت لو الكره ناحيه الباك الشمال او الباك ليفت، والعكس صحيح بالنسبه للباك ليفت لو الترحيل بتاعه من الباك رايت، السردباكين، الديفندر اللي بيرجع يغطي، الكلام ده كله انا شايف ان هو المفروض ان هو يعني يشتغل عليه وبقوه، وما تكونش فتره او وحده تدريبيه في جزء من التمرينه كلها، لكن لازم ياخد وقت طويل شويه، يعني عنده ثلاث واربع وخميس يقدر يصلح الوقفه دي، لان الموضوع دوت في الادوار بقى الاقصائيه هتبقى صعبه جدا. طبعا علينا. فاتمنى يمكن كنا بنتكلم انه مش حلو انه نبقى دايما سايبين كل حاجه لحد اخر وقت، انه او الشوط الثاني، انه لا من بدايه المباراه تبقى انت ضاغط وبتجيب اهداف. بس انا عايزه اسالك سؤال يا كابتن، يعني دلوقتي انت شايف اسباب الظهور بالاداء ده كانت ايه؟ يعني انت بتتكلم على تقريبا تشكيله نفس تشكيله مباراه فيتا كلوب اللي انت قدرت تكسب بيها ثلاثه واديت بشكل كبير قوي، كلنا كنا يعني سعداء بنقول هو ده اللي احنا الشكل اللي عايزينه وقت ماتش فيتا كلوب. بص يا ساره هقول لك حاجه، مش عشان العب بطريقه سي 4 2 3 1 مع فيتا كلوب وانجح فيها الاعب المريخ بنفس الطريقه. بمعنى قفشه لو كان واضح امبارح يعتبر الاهلي بيلعب في بعض الاوقات والكوره بيهاجم يعتبر 4 2 4. قفشه متطرف، جايين متطرف، وجود مروان محسن وشريف، تمام كده؟ لما تتقطع الكرة المفروض قفشة بيبقى ليه دور دفاعي، ده المفروض مع السولية ومع يانج، وبينزل المفروض الطرف الثاني اللي هو أجايه بيبقى في الدفاع المفروض 4 4 2 لما الكرة بتتقطع مننا وبندافع. قفشة كان فاتح
واجاي كان فاتح. فمش شرط ان الاثنين الطرفين دول يادوا كويس. قفشه من نوعيه اللعيبه اللي بتظهر قوي لما بتبقى تحت الفراوده، لكن لما بيبقى متطرف بتحس ان هو امكانياته محدوده شويه. يعني هو عمل اوفر الجول الثاني وعمل واحده ثانيه برضو لمروان او لشريف انا مش فاكر، لكن طول المباراه مش هستنى كرة او اثنين. فمش شرط ان انا اكون مع فيتا انجح بطريقه العب بيها مع فرقه تانية بنفس التشكيل واقول برضو مستني المردود بتاع التشكيل دوت يبقى نفس مردود الماتش اللي قبليه. طب هل ممكن نقول كان في كمان اجهاد ذهني او بدني باين على اللعيبه؟ المريخ عنده كام بونت وهو بيلعب الاهلي؟ كان عنده بونت بالظبط، صح كده؟ ممكن يبقى الضغط عنده اكتر من الاهلي. الاهلي ممكن يكون مش هنقول نازل يعني حاطط في دماغه ممكن هيصعد خلاص، ممكن الحته دي مع شويه الاجهاد والسفر والملعب والحته دي مش صح ابدا. يعني لما بتحصل اقول لك حاجه بقى كبير لو ده كان حقيقه مش في النادي الاهلي بس، ده بيعتبر في المصريين كلهم او في اللعيبه المصريه كلها، ان ممكن اكون حاطط في دماغي ان انا سهل قوي ان انا يعني اعدي بالظبط. ممكن ارضيه الملعب مش كويسه يعني ما كانتش كويسه بالشكل المطلوب طبعا. نمره اتنين ممكن الجو او الرطوبه اللي موجوده هناك او زي ما انت بتقولي مثلا لسه ماتشات منتخب راجعين وفي اجهاد وذهني وبدني وفني وفكري برضو عايز ادي، عايز اكون موجود، عايز العب ماتشات كتير، عايز يتعمل ريكورد كويس بالنسبه ليا كلاعب لعبت عدد مباريات كبيره. في حاجات كتير جدا، عوامل كتيره الادرى بيها واكتر حد ممكن يقول لك عليها فعلا الجهاز الفني. يعني انا ممكن اشوف من في شاشه التلفزيون ان الاهلي بيأدي بشكل معين، بس ما وراء الشاشه ما حدش يقدر يعني يدي الصوره كامله وصحيحه غير الجهاز الفني. ودي للاسف يا كابتن ساره معظم التعليقات اللي بتشوفيها او الكلام اللي بيتقال في الميديا يعني للاسف ده يعني غير صحيح تماما. بيشوفوا حاجه صوره غير مكتمله، للاسف صوره غير مكتمله. ممكن انا اقول للدنيا كلها انا كان لازم وليد سليمان مثلا ياخد الطابه من اوله، او اقول مثلا لا ده انا محتاج ان طاهر كان لازم يبدا. طب انت عارف طاهر يعني متاخر ليه مثلا؟ ممكن انا حطه عشان انا لظروف معينه في دماغي انا شايفها بطريقه معينه، بعد كده يقدر يحل لي لغز، يحل لي جمله، يعمل لي شغل كويس في وجود سين وسين وسين ايا كان مين هو. لكن اللي مش بيزعل اللي بيضايق اي حد ان الحكم على اللعيبه يكون من خلال الشاشه مش من خلال الملعب والرؤيه الصحيحه للجهاز الفني. فانا شايف ان اللي كان واضح لينا ان الملعب كان مش كويس، ان الـ 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 الارهاق كان واضح، وواضح جدا في حته بقى عدم الالتزام الدفاعي لما الكره بتتقطع من النادي الاهلي. كنا بنسيب مساحات كبيره جدا 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 بين ثلاث خطوط. فما كانش طبعا هم واخدين على الـ على الـ على الـ على الملعب، واخدين على الجو دوت بدنيا، هم كانوا كويسين وجاهزين. يعني الحته دي لو كان الاهلي التزم بيها في التايم الاولاني كان فرق كتير جدا 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 معانا نتيجه التايم الاولاني، وكنا في التايم الثاني كنا ممكن كان بالنسبه لنا نعدي النتيجه.